ماشي، نقول تاني عشان خاطر الريكورد، ان انت عندك الكود كله سليم مفيش فيه اي ايرورز، ولكن لما مظبوط بتيجي تعمل بيلد بيظهر ان انت عندك ايرورز. مظبوط. ف طب انا اعمل حد شير كده دلوقتي؟ حد كده يعمل شير. ظهر عندكم؟ تمام يا شمس. اوكي. يعني بص حضرتك لا ده لسه مثلا، مش ظاهر عندي يا باشمهندس. ايوه كده تمام، الشاشة اتفضل ظهرت. يا هندسه. ده الكلاس في اوكي الايرور ليست زيرو، ما فيش شيء. ماشي. تمام؟ وادي الكود اللي انا كتبته عشان احوله للبلجن. ثانية واحدة كده، ثانية واحدة، ثانية واحدة. الكلاس هنا اسمه كلاس 1. بالظبط. اوكي